والله بنتك داهية. ما يبوني أرد كلش. اترد تسوي؟ تدري أنت الحين لو نسوي إعلان عن تأجير الخيم باليومية إنك ما تلحق على الطلبات؟ من صدقك؟ قسما بالله. شوف الإعلان علي، لكن بشرط النص بالنص. أستريح، تحط إعلان بميتين وتاخذ شيء مهبلك؟ يا شين الطمع، يا شين الطمع. الحين أنا بدور مخك وأبيك تستفيد، وما تبينا ترزق مراك. يبا أنا من قال لك إن الفكرة عجبتني؟ أنا من ضيقة الخلق قعدت أسولف معاك وقلت لك هالسالفة. يا راشد يا راشد، أنا خبير في السوق، ما جيت شرت عليك بفكرة إلا إن جاك وراها خير. كلها فكرة واحدة، أي خير اللي تحكي عنه؟ زين أنت الحين قول لي كم خيم عندك؟ 3 خيام، نوم وصالة ومطبخ ومرافق. الحين لو أجرنا بالساعات ولا باليومية ولا أيام العطل بالجمعة ولا العيد ولا الصيف ولا يا أحنا بنلعب بالفلوس لعبة. أنا مالي خص في السوالف هذه ولا أعرف فيها شيء. حطيت يدي على راسي يوم قام يحسب ويحسب. أتاري البلاد فيها مشاريع من كل صنف ولون، وإحنا خبر خير. يعني يازت لك الفكرة؟ شغلتني يا أبو نواف، ملت راسي، ودي يعني أجرب كم شهر إذا فيه رزقة حلوة تنفع حق الأيام الجاية. خلاص عيل، توكل على الله. زين يعني غير الإعلان شو يسوون؟ أحط لك حارس يحرس المكان ويباري حلالكم. هاني في المحل أخوي ما يصلح. شوف أحط لك واحد حرج، ناس اللي بيونك مو بناس عاديين، ناس بيبون عيالهم خدمهم مشاكلهم، يعني اللي بتقبضها منهم بتحطها في اللي بيخربونها. أقول لك قم جهز أغراضك بنروح بنشد. تقول لي خطة؟ أنا مالي مقام. أنت أصلاً تبي تضيق عليهم علشان يقولون هني أحسن. روح أنت، أنا مو برايح. تراك مو بسهل. اسمع، أنا صج محتاج حارس هني ولو بشكل مؤقت، إذا أنا مخمخ مشروع التأجير في راسي. صج لي قالوا ما خاب من استشار. أنا إذا نفذت الفكرة بطلب فيزا وبايب ناطور هني. بس بنواف نبهني حق نقطة مهمة وجوهرية. انت بتجيب اليخت؟ لو طلع كلامهم صح ما بيجيب لك يخت، بيجيب لك مركب وبسميه زيد. بس انا ما بدي اروح هناك يا رياض. الخطاطيب بيون عقب صلاة العشاء وانت عمهم والعم ولي والخال خلي. بس انا ما عندي ثوب عدل، من زمان ما فصلت. بنمر على الخياط وبنفصل لك ثوب أرجنت، هاي بو كلر يابس. لازم يعني؟ زيد انت عجبتك الحياة في هالمكان؟ بس انت قلت بناخذ يخت. بناخذ لك، بناخذ، قول ان شاء الله. ان شاء الله بناخذ يا زيد. وفي راسي أفكار وايد، بس لو البنات يساعدوني معلومهم، أنا لو في سنهم سويت مثلهم. أنا لو حد زين لي الحياة البسيطة والبساطة كان ما غرقت في الديون وغرقت اللي معاي. زيد أنا وايد أفكار في راسي ولازم توقف معي. في النهاية أنت تبين سعادتي وأنا سعيد. ريحتك من الشكليات والزيارات والتعب، خدت وحدة سيدة قرارها، لا طلوت مهر ولا رهقتني بمطالب. وما فكرت تقول لي من قبل؟ قبل ولا بعد إيش تفرق؟ الموضوع صار بسرعة، المهم إني أنا سعيد.
بس وايد أكبر منك. شايلتني على كفوف الراحة، عندها مكتب سفريات وشقة في لبنان، وفتحت لي آفاق، آفاق كبيرة، يعني شايلة نفسها. على فكرة أنا أخذت فيلا في جزيرة بالأقساط طبعا، استثمار، عقب كم سنة ببيعها بسعر خيالي. ما تقولين شيء يا أمه؟ شو أقول؟ ادعي لي بالتوفيق. متى أشوفها؟ الفرحة اللي شفتها في عيونهم يا يبا حسستني إيش كثر كنت مقصر. الواحد منا لما ياخذ شهادات يعتقد انه يعرف اكثر او يفهم اكثر، لكن اللي نتعلمه منكم ما تقدر تعطينا اياه الجامعات. شكرا يا يبا على كل شيء. الشكر لله يا ولدي. يبا تعتقد لو سمعت هالكلام من زمان كان ممكن زواجي يستمر؟ الله اعلم يا ابوك، ام عيالك الله خير ما عليها كلام، لكن مثل ما يقولون النصيب. لا يا يبا، احنا دائما نعلق اخطائنا على شماعة النصيب. اول مرة احس اني انا السبب. كنت اتعذر بالشغل بس هي كانت تشتغل مثلي، بس كان عندها وقت لعيالي، وقت تزور اهلها، كانت قايمة يا يبا بكل الواجب، لكن انا ما كان عندي وقت لأقرب الناس لي. مثل ما قلت يا يبا أتحجج، أقول لك أشتغل عشانهم. ليش ما تردها يا أبوك؟ ما ينفع يا يبا، قلنا حق بعض كلام جارح، الكلام الجارح ما يترك خط رجعة. هي بالنسبة لي أم عيالي، وأنا بالنسبة لها أبو عيالها، لا أكثر ولا أقل، مسميات بس يا يبا. عيل لا تفكر، هذه شيء ماضي شيله من راسك. اللي ما يتعلم من الماضي يا يبا ما يقدر يعيش الحاضر. وهلا يا بهار، يعطون مواعيد وميون؟ الله يهداك، بس واحد من اهلهم سوى حادث، الناس اتصلوا واعتذروا. إذا ما لهم نية لا يحرقون أعصابنا. راشد إيش فيك؟ ناس صادهم ظرف ما يو، بعدين قصر حسك، ما في داعي بنتك تسمع هالكلمتين. يعني الحين هي متضايقة؟ خواتها متضايقين أكثر منها، وهي تقول خيرة. يعني مو بيجين؟ إيش فيك؟ إن شاء الله بيهون بيهون. ولا لا 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 لا. بعدين أحسن يمكن خيرة عشان تستعد أكثر من كذي. شلون نستكثر من كذي؟ اكثر قهوه وشاي وفنايل وفواكه، جايب مانجا مو بموسمه، همبا همبا كل همبا كبر. شفتي شوف الادلال هاي، ادلال شعبيه، يوم الانجليزي بياخذها من السوق واقف، قلت له والله ايش فيك؟ خلاص زين خلاص حبيبي، ان شاء الله ان شاء الله تعوض بعدين تقدر تبيعهم. ايش فيك انت؟ زين اعطيني الزبده الحين، شو اسوي؟ شوف عاد انا من رايي ان المره الجايه تستقبل ريايل في صاله مسعود. صار تم. يا أخي ساعات لك شطحات غير شكل، أنا أخاف يأجلون ييتم تقترح علي أستقبلهم في الكونغرس. أنا بنام هني، أنا بنام هني، هذه سطح العمارة مو بسطحنا الخاص. هني الأكسجين وايد زين يا زيد، أنا ما أمن تنام هني. من قال لي سعود إنك طلعت؟ خفت وطاح قلبي. وين فراشي؟ هاي هاي شو تسوي؟ يا زيد هاي بتوسخ ثوب المعاريس. اوف الليت ابي انام. اي ليتات بعد؟ هات فراشك فرشي ونامي. ما وصلت كلام مني منك؟ خلاص عاد، يعني هو تزحقيق؟ إذا بيون حياهم الله، ما يبون بكيفهم. ايش حسيتي من لهجة أخته؟ صج عندهم ظرف ولا يتحججون؟ مايا،
قومي يمه سوي دله شاي حق ابوك وعمك وكم بياله وحطي جيك ماي قومي. خفوا عن اخذكم شوي يمه. نسال اسبوعين يحنون بيون وبنفس اليوم يعتذرون. فعلا موقفهم يحير. لا يحير ولا شيء، الحوادث كل يوم تصير. اذا عندهم مريض الله يشافيه، واذا ما عندهم كيفه. يبون حياهم الله، ما يبون بنتنا مطايحه بجبنا. وصكوا على الموضوع احسن. بغمضت عيني يا ابو نواف، كله خايف يقط روحه من فوق. شلون يقط روحه؟ تو انت ما نفكر خوك ما يفكر في هالخرابيط. ادري، بس اذا انشغل البال سيطر الوسواس. تعوذ منه وعقلها وتوكل على الله. بس انا بغيت اسال ولدك الدكتور، يعني يحتاج مراجعه نوقف الادويه ولا نستمر؟ نواف حاجز في الشاليهات من اسبوع ومنواف راحت معاهم. افا يا ابو نواف، انا خيامي موجوده هناك وصاد وخوش مكان وما في احد. ما هي على بالي وشكله حاجز من اسبوعين. ولا انا ودي لك بالربع. اي ربع؟ من صدقك انا اخذ منك فلوس؟ مني ومن غيري، هذه ما فيها مجامله ولا مستحى. اذا تبي التاجر ابدا صح. والله سعيد الحين علي يقول لي نحط اعلان في الجرايد، بس انا والله ما ادري ايش اسوي، ما عندي تجارب في هالسوالف. بعدين انت وعدتني بتجيب لي حارس ولا ناطور، ما شفت شيء. انا جات في بالي فكره بس ما عرفت شلون انفذها. هو مو بحارس حارس، لكن ممكن يصير حارس كم من يوم، والله اعلم. من ذي يا ابو نواف؟ عطني مهله كم من يوم وارد عليك الخبر. المية تروي العطشان وتطفي نار الحران. مصمم. وبعدين ما اقدر الومه، هذا اخوه الله يهداك ومشكور اذا الله الف خير. تالي الليل يصعد فوق يوسع علينا. اي موسع علينا يم الله يهداك، الا دله صاعده ودله نازله، واحنا راس مالنا خدامه واحده وما عندنا الحمام واحد. ايش هالانانيه؟ كسروا حسكم، انا اسمع كل شيء. يما انا ضعفه الحين. انت لو رايحه شغلك مو ابرقك بدل هالتعطيل؟ يما اروح الشغل عشان الحمام؟ علشان نفسك، غيابك كثر يا منال. مالي خلق يما. ولما تفنشين بصير لك خلق بترتاحين؟ روحي شغلك يا منار. اذا كان مديرش طيب ولد حلال ترى اللي حوالينا مو كذي، لا طالعين كذي. روحي دوامك ابرد، هذا دوامك اللي غنيش عن الناس كلها، سمعتي ولا لا؟ انا بفهم هالشعب ولا متى بيطلع من الحمام. مو بقادره خلاص، احس اني بختنق، بتجيني سكته قلبيه. تعودي من ابليس يا ميرا. ما جربت إحساس الظلم، مهما تفانينا في الشغل يتعمد يذلنا، يعاملنا كأنه رقيق، يحسسنا كأنه ما نفهم شيء. هذا أنت تكلمتي بصيغة الجمع، معناته أنه في غيرك قاعد يعاني، وهذا هم مستحملين. هم ينافقونه بس أنا ما أقدر أنافق. حطني في راسه، موقف كل إجازاتي وترقياتي، ملفي مليان إنذارات، في كل صلاة أدعي عليه، لا اللي راضي ينقلني ولا اللي راضي يعتقني. قولي لي يا مايا شو الحل؟ أقدم استقالتي؟ تحملي تتهورين يا مير، في هالزمن صعب تلاقين شغل. بلاقي أكيد بلاقي، بس أفتك من سلفة البنك وأنتي تقدرين تساعديني. يبقى انت حر نفسك، ما هو بانا اللي قرر عنك. يعني انا ما تسرعت. انت حاس انك تسرعت؟
لو أعرف الجواب كان ما تعنيت وطقيت درب ويت علشان أقول لك. استاوي يا أبو نواف، عندك جوال صلي. وشلون أشوف وجهك وأعرف جواب سؤالي؟ يبا أنت تقدر على هالمسؤولية؟ يمكن ما أقدر، أنا ما أحب أتناشب مع الناس، لكن حزة الحزة يمكن أقدر ويمكن ما أقدر. تذكر حلمي من زمان؟ أدري يا يبح، بيت صغير على البحر. البعد عن الناس أحياناً غنيمة. أنا أول شيء قلت له بأشوف لك أحد، عقب شوي قلت له أنا معاك وما بي منك شيء. زين يبح، وأمي؟ أمك؟ أمك مكانها معاي. بس ها تحملت تجيب لها طارية الحين، لو رديتوا البلاد يصير خير. أستاذ راشد ما تزعل مني، بصراحة أنا ما موافق. أنت من اللي طلب موافقتك؟ أنا اللي أقرر. سيارة أنا محتاجها، أنت تقعد هني أقرب لك، توصل بنواف اليوم العصر وترجع لي السيارة. طيب ما في سيارة الآن سميرة؟ أوه ماي جاد، الآن سميرة بنتك ولا بنتي؟ بنتك. قلت ابن عيل، أنا رب العمل، لا وحاطي خيارات بعد. قلت ليك أن أبو نواف بيقعد هناك بيحرس المكان، ما لني ينزل. طيب أنا أعمل شنو؟ أطير وين؟ أنت روح حق أختك أو حق وحيد. ما بينفع ما بينفع، وحيد من زوجته ماتت، أخذ الأولاد وسافر وغرفته تأجرت، وما ممكن أرجع لأختي لأنه مشيت منها مشاكلها مع زوجها خفت، ما ممكن أرجع. أطير وين؟ طير وين ما تبي. أنا قلت حق نواف البعد عن الناس غنيمة، لكن ما هو كل الناس، والمثل يقول الجنة بلا ناس ما تنداس، وأول ما نويت جيت على بالي. جزاك الله خير أبو نواف، بس أنا ما أحب أثقل على أحد. أتثقل ابن عليه؟ أقول لك ما حد هناك، وراعي الحلال استانس يوم قلت له، قال بتسوي فيني معروف. وأحمد أنا ريال أكلمك، ارفع راسك طالعني مثل ما انا طالعك. مسامحة يا ابو نواف، بس ما في بس ولا غيره، ما لك عذر. بتروح يعني بتروح، واذا ما توالفنا هاني يردك او يردني البلاد، هذه مين مشكله كبيره. عبالي جايين تباركولي. مبروك يما. تقدرين ولا ما تقدرين؟ وأبوك شنو دوره؟ يلا يا داليا. سعود خل عنك التكبر وأوقف وناقشني مثل ما أناقشك. أبوي ظروفه صعبة وايد يمه. وهو اللي مطرشكم؟ ما حد طرشنا، خفنا نزورك في الشقة تضايقين. الضايق لما تكون زيارة مصلحة مو بحب. 10,000 تكفيك؟ تصدقين؟ بغيت اشيك الشيك واحذفه فوق. لا تكمل، هذه امك. ما تعطيني فرصه اتكلم فيها على راحتي مثل ما اتكلم معاك الحين. تدري ان سيارتي قديمه، تمشي اسبوع وتعطل شهر. كنت اقول لها استحملي الاقساط واعتبريها سلف، لما اكمل واشتغل بردها لك. انا معطل ابوي، استخدم سيارته واخليه يحتاج للناس. لسنين تركض يا يمي، وعسى الله يفرجها. كاسر خاطري أبوي، ساعات أفكر أترك الجامعة واشتغل وأساعده. قصدك تقهره؟ أصعب شيء على الأهل إن عيالهم خيبون ظنه. إذا كنت تحب أبوك يا سعود تكمل دراستك، وتشجع أختك بعد إنها تكمل. اللي خلفك ترى ما نساك. هاك هذا العود اللي تقهويته وخلصته، تعال اخذ المبخر. عارف يا خالتي معك بالعود، اقعود.
زين يوم. أنا نازل. متى بتسوين شعرك وتماكيجين؟ ليش؟ عشان المعرس. يا حليلكم، وايد متأثرين بالأفلام العربية. من قال لكم إني بطلع له؟ أنت مو فرحانة؟ أنا بروح أساعد ميرا وخالتي. هالبنت ذوق. شفيك يا مايا؟ شو مضايقك؟ ما أدري. طلب ميرا؟ هي قالت لك قبل لا تقول لك. مو هذا اللي مضايقني. أنتوا تحمستوا وخذيتوا هذا الشقة علشاني، ومهري ما بعز عليكم. مهرك ما راح يحل المشكلة. أنا خليتها تتكلم وما ناقشتها بأي شيء. لن تهدى الأمور وإن شاء الله بناقشها. الشقة خذيناها لنا كلنا، بس انتي خليتينا نستعجل لا اكثر. يلا مايا قومي تعدلي بدلي ملابسك، مو عشان بتقابلين احد، عشان نبي نحس ان في فرح. لا تقولين انك مو فرحانه. الله غداك يا سميه، جايبت لي مبخرة النقاس العالم. أسوايد يبون يوصلون كأس العالم وتفعدهم قلوبهم وجنسهم وما وصلوا، وكأس العالم عندنا في البيت. أنت ليش تحلطم وايد الله يهديك؟ تبخروا بس؟ إن شاء الله. أقول لك أول واحدة من بناتي يا سمية بتعرس وفي بيت الجيران. الله يهداك بس، إيش حالات أبو سعود؟ مستانس، كنا بنت اللي بتتزوج مو بنتنا إحنا. وبعدين أحسن يا معود تقعد عند هناك، الطوفة لازقة بالطوفة، يعني تسمون كل سوالفنا. صحيح صحيح. النيوب الكاس وسام العلوق هنا. تبخر في كاس العالم. ما قلت لي. متى الملكة؟ إن شاء الله. نقول لك. يما ما عندنا صحون صغار. ما عندنا صحون؟ شنو ذي؟ كنافة يبا، ورفعت لك شوي. إي في هالمناسبات ما يسوون نفالة، بس شاي وقهوة حق الخساير. يا ماني تعالي ودي خشي حق العشاء بعدين. تعالي. اي والله يا اخوي وايد عليهم بعد، وقلنا يوب الكاس وسمنا قلوق. هاي 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 يا حي الله من يامي. الله يحييك. الساعة المباركة والله. الله يسعدك. مثل ما سألتوا عنا احنا بعد سألنا عنكم. عيا متى تبون يجونكم الحريم؟ حياهم الله في اي وقت. انت اخوي مسافر بعد شهر، خير البر عدل. انك والعيال يتوكلون على الله، واحنا جاهزين باللي تطلبونه. عمي هل متدينين؟ ما لهم في سوالف وعراس على ايام. خلاص خلاص. شنو خلاص؟ يعني احنا كفار الله يسلمنا؟ يا زين زين الكلام سابق لاوانه. خلاص يا اخي ما يصير عرس بدون عرس. لا احنا بنذبح وبنقتل وبنعزم. يا ابوي شو تقتل؟ تسوي جريمه. ما عليك انت، لا نذبح ولا نقتل ولا شيء. خل اول شيء المعارس يتبقون بعدين يصير غير. خلاص خلاص يا حي الله من يامنا. شو شكلك؟ شا السؤال؟ شكله مثل غيره. شو يقولون هالكثر؟ يتفقون خالتي، كن الحكي مو بعجبهم. اي حكي؟ بلغكم ابو بشير. يلا يا داليا. حياك الله يا مانديني. ابو بشير بشر. ما ثقل دمه. لا وياي بالفريز كله وياه. بشر يا راشد قول. يقولون يبون يملكون الخميس. ما يمدينا نجهز حق الخطبة. أنا قلت لهم قبل لا تملكون لازم يقعدون مع بعض يتفقون يتفاهمون مع بعض ويقعدون متى؟ وقت المغربية. مغربية وسط سكة يقولون جاي شلون يبا. نعم. الناس يقعدون عقب الملكة مو قبلها. راشد شي تفهمون عليه؟ سالفة المهر بين أهل العروس وأهل المعرس. يبا الريال ما عليه كلام، رزة ثقل مملوح والريال جاهز، بس ما يبي يسوي عرس. ما يبي عرس؟ إيه
خساير ما لها داعي، وانا متفق معاه. لا تقاطعيني سميه، لا تقاطعيني، خليني اتكلم. باكر يصير خلاف وتصير بنتي مطلقه وهي لحين ما تزوجت. يا ماشي على مبدا خالف تعرف، ايش بيقولون عن الناس؟ ابونا مذهبه ويصير الشارع يقول يشوفون بعض عادي، وهو ما ياب شيء من عنده. شافوا بعض وخلصوا. اطلبه هذا ما له معنى، كانه بيطفش الناس. وانت الحين شلون محتده؟ صاحبه الموضوع مقتنعه براي ابوي. ابوكم معاه حق، لازم يسولفون مع بعض. مسرح ما اقنعك، اي شيء يقوله صح. اكيد واحده بتقعد معاه العمر كله، لازم تقعد معاه، اسولف معاها، اتسولف معاه، يفهمون بعض على الاقل. شاهل ما يكفي اني ارتب نفسي، وحتى لو اتفقنا ما يكفي. ما في قمر، ما يبين. انا مو جايني هنا. تدري ان اقرع من هذه اللي خطب بنتك؟ انت لازم تقول لها، لازم تدري. وانت ايش دراك ان اقرع؟ واضحه ما يبي لها شيء. الله يسلمك، العقال كان غايص في راسه. لو مو بقرع كان الشعر رفع شوي. انا اراويك، اراويك. شوف شوف، الله يسلمك. ها هذا الله يسلمك، هو اقرع اقرع. شوف شوف الحين اراويك. خلاص فهمت يا زيد، الشعر مو بكل شيء. يا ما ناس عنده شعور التكتكت بس ما عندهم اخلاق. أنا مبايت هني، وقم يلا وصلني. زين زين، تعال زين معي. زين يا زين، زين أبي 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 يا زين. زين تدري الساعة كم الحين يا زين؟ إنزين وصلني. بواصلك بواصلك الفير، الحين نصايف الليل، ما اقدر اخلي هلي. ما بيارد يا راشد، ما بيارد. لا حول ولا قوة الا بالله، لهالدرجة كاره الشقة؟ زين عندك السطح، روح ارقد فوق السطح، ناهيك على النحر. لقي شسم الله يعينك. انا ما بيارد حق الشراء، هناك بعيد عني. أصبحنا صباح الخير. انا متعود اصحى بدري. ابو احمد لسه نايم؟ صباحكم الله بالخير. صباح الخير ابو احمد. ها ايش رايك في هالمكان؟ سخنت المويه عشان تتوضوا. مشكور يا هاني، ما قصرت. عقب الصلاه بنروح الحضره. عندكم حضره هني؟ ايه، وراشد محللنا، واذا لنا نصيب اليوم بنتغدى سمك. منو دي؟ راشد. تبيني أتم معاه؟ لا،
هو بيتم معاكم. هذي ابو احمد يارنا، يارنا الاولي ما عرفته. ايه والله، والسبعة انعام معروف، اكبر مقاول الحجاج الوالد الله يرحمه يمدح فيك وايد. ابو نواف وايد سولف لي عنك، شوف الدنيا يوم تفرقنا تعارفنا. بتعارف هاكم لو تعارف كبره، خلونا درجة الزيتوني يا عور قلبي يا ابو نواف. للحين يقاوم وانا اتعامل معاه على اساس انه خوف. دام انه يعرف ايش بيسوي ما منه خوف، المهم ربع السوله يعرفون مكانه. وهذي رفيقك ايش فيه شايل الدنيا على راسه؟ احد خالي يا راشد. يا يكون عطيتني معلومه جديده، ادري ما حد خالي. تبي تسوي فيه معروف؟ ما حد يكره الخير يا ابو نواف. هو حاس انه مثقل عليك، خلها يقعد هني. وين عياله؟ شلك بعياله؟ هو مثقل عليك ولا لا؟ لا، شو تقول انت يا ابو نواف؟ خلي يقعد مكان ما حد فيه، هاي الساعة المباركة. زين، قول له انت هالكلام. تين متأخرة وتطلعين قبل الدوام؟ استهتار ما بعد استهتار، ملفك بينبط من كثر الانذارات والخصومات ولفت النظر. معك حق. أكيد معاي حق، أنت مثال سيء للمرأة العاملة، شاقول لك؟ لا تقول شيء، أنت طولت بالك علي وايد، وأنا استحق أنك تفتح لي ملف جديد وتترس انذارات. وآسفة لأني ما كنت كفؤ للوظيفة وني خيب ظنك. ما قلت مو بكفؤ، الصراحة أنت أكفأ واحدة في القسم، بس غير ملتزمة، تشتغلين على المزاج وما تقيدين بالقوانين وتحرضين الموظفات وتسوين بلبلة. كل الكلام اللي أنت قلته صح، بصراحة أنا وايد تجاوزت حدودي، أعتذر منك مرة ثانية. خلاص تفضلي كملي شغلك. ايش عندها المرة؟ تصوري؟ فجأة. فجأة شنو؟ ايه شكله صرخ عليك من قلب. ما صرخ علي ولا شيء، عطاني الشغل يبيني خلصه بسرعة. مطولة وانت واقفة؟ Thank you.
قاعدة تسوي؟ ما احنا طابخين. ودي الثلاجة. اي والله نطبخ ونودي حق الجيران بس، الجدور مثل ما هي، ما حد ياكل. الله يذكر ذيك الايام بخير. ماما مني مو في زين. رحنا هناك ما ارتحنا، جينا هني ما ارتحنا. لا ضاق الخلط ضاق المكان. الله يذكرك بالخير يا منى. ماما انا في بيت واجد كبير داخل انا بلاد. بس انا في انا بابا بس. ليش ما انتو يجي كلش داخل انا بلاد؟ مشكوره يا ماني ما تدخلين. بس اياني وياك اسمعك عمك راشد ترى ما يصدق على خبر ودينا هناك. خلاص يا اخوي يا راشد، صار عندك ربع عيدات، صار جديد البريسم احسن العتيد الصوف. عينتك ربع عيدات ونسيتني، نسيت ربعك الغدام. ايش فيك؟ عسى ما جر. الحين تعزم اللي يسوى واللي ما يسوى، وانا ما تعزمني؟ الحمد لله والشكر. الحين انت مسوي هالضجه على عزيمه طاف عليها اسبوع. بعدين انا قلت حق هاني يقول لك، انت قلت مو بيعي. وليش تطرس لي واحد انا جايبه لك؟ ليش؟ هذه حاسبتي عندك. اليوم كم درجه الحراره؟ لوهيب اليوم حر. لا تطنز، لا تطنز. اليوم مثل بكره ومثل امس. انت اللي كبر راسك يا سعيد. لا تملني. ايش عليك كبر راسي ومن عليه؟ متنقص لك انا بسمك افرش بدل ما تقول لي شكرا تعطيني محاضره. انا مو بعزان اروح التبره واشتري لي كم من سمكه. هذه ما هو بكم سمكه، انت تكفيك السمكه؟ انت يبي لك هاي سمك القرش؟ او ماي جاد، هاي من حضره 10 كيلو. انت تدري ان ولدي بيعرس؟ وانت تدري ان بنتي بتعرس؟ وين المشكله؟ واللي بيعرس ما يعطوني عينيه؟ تبي عينيه داش على طمع. الحمد لله احنا يا راشد ما علينا قصور، بس المريله ان الريال ما ينسى سلك اهله وديرته. يا هاني، هاني خذ الثلاجه وحطها في السياره. انا يا هاني، هاني صدق يا سعيد المريله ان الواحد ما يبدي الناس على حاله. يحرجونا بجمايلهم واحنا مقصرين معاهم، حتى الودام كل يوم يطرشونا لنا. خذ يبا، لا انا ولا دالي نعرف نشتري اغراض البيت. انت تقدر تشتري لهم فواكه، كرتون دياي وزيت، انت تعرف احسن. أمك ما قصرت، أعطتني الدفع حق السيارة الجديدة. قايل لك أنا اللي باخذها لك. سعود اصبر علي شوي. يا بنت ما تقصر، وأنا غضيت النظر ضبطت السيارة وصارت زينة. ما ودي تأخذ منها شيء. أخذ منك مو منها، هذه جزء من فلوسك يبا اللي تطالبهم فيها. بس هي ما تعتبرها كذي. انا اعتبرها كذي. سعود عارف ايش بتقول، هذه امك لا تكرهها. انت تكرهها يا سعود؟ لا بس ما احبها، او يمكن احبها بس ما احس اني احبها. سعود خل داليا بعيد عن مشاعري ومشاعرك. انت تقعد وياها وايد، لا تخليها تتعقد من حياتها اكثر مما هي متعقده. وانت فاهم شخصك.